السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صراحة أنا في هذه الأيام أعتبر أن مشكلتنا مشكلة الدين. تشخصت في قول الله تبارك وتعالى: يأتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين. بنعيب على الحدود ونعيب على الأشياء، ولكن العيب في نفسنا احنا. فيه مرض من أمراض ربنا سبحانه وتعالى ذكرها عن بني إسرائيل، وهي سبب من أمراض لا ترتد على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. التيه والتوهان، وإن إحنا لا نرضى بقضاء الله، وسخطين، وعندنا ديبريشن، وعندنا الأمراض كلها، هو سبب من الأسباب التي نعيشها اليوم. كيفية تشخيص المرض وعلاجه هو من القرآن، وما نزل من القرآن ما هو